أكبر سبب للضيق والهم والحزن وعقوق الأبناء وضيقة الصدور وقلة الأرزاق ونزع البركات، أحد أكبر أسبابها في هذه الأزمان أن بعضنا يظن أنه بار وهو ليس ببار. إن ترك صحبة الأبوين تدمير للحياة المستقبلية للعبد في الدنيا خاصة. إن ترك صحبتهما مع استطاعتك أن تصحبهما وتستبدلها بدوامين، بعضنا عنده دوامين، وإذا قالت أمه ولا أبوه وينك فيه؟ قال الله مشغول في اختبارات العيال. وين رايح؟ رايح نطلب الرزق. وين رايح؟ رايح انتدابات. وين تتركني في ديرتي وتروح للرياض وتخليني وأنا أمك؟ قال والله وظيفتي أهم. تبا لوظيفتك وتبا لما أشغلك عن أمك وعن أبيك. صعد صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فأمن على دعاء جبريل. أسألكم بالله، جبريل يدعو ومحمد بن عبد الله يؤمن، ضاع ولا ما ضاع اللي يدعون عليه ذولي؟ خاب، والله ما خاب، ضاع، خسر الدنيا والآخرة، ضاع مستقبله في الدنيا ويخشى أن يضيع في الآخرة. آمين آمين آمين. من يا رسول الله تؤمن على من؟ قال جبريل، قال لي وهو يصعد عتبات المنبر، رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنف، أي دس أنفه في الرغام والصغار والهوان والذل. ولو حفظ القرآن ولو أخذ أعلى الشهادات رغم أنفه. من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر، لاحظ عند الكبر هم بحاجتك ويمكن ما يقولون لك شيء، رحون أبوك، رحل وظيفتك، رح لعيالك، انشغل بعمرك، ما قصرت، ومصدقين. وبعض الأبناء مصدق، اي والله أبوي سامح لي. يا عدو نفسك، والدك أرحم بك من نفسك، وأمك أرحم بك على نفسك، أنت المحتاج لبرهم، فاخفض جناح الذل وعد تحت أقدامهم. رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ثم لم يدخلاها الجنة. إذا انعكفنا تحت أقدام الزوجات والأبناء والوظائف، سلط الله علينا أرزاقنا وأبناءنا وزوجاتنا، وآخر محطة في حياتك يشيلونك في كمبل ولا بطانية. هالعيال اللي انشغلوك عن أمك وبوك، إذا اشغلوك عن حلوة اللبن وقرة العين وبوك، آخر عمرك يلي منشغل بهم ينشغلون عنك ويرمونك على بوابة دار للمسنين جزاء وفاقا. ومن انكسر وذل وخفض، خفض جناح الذل عند أبوين خاصة الكبيرين، فتح الله له الأبواب كلها، فتح له أبواب الرزق التوفيق. دعوة من أمك، دعوة من أبيك، رح الله يفتح لك باب الرزق. الله يستر عليك وأنا أمك، الله يعطيك حتى ترضى، الله يكفيك شر الليالي والأيام، الله يعطيك ويصب عليك الخير صبا. وين تلقاها الدعاء إلا من عجوز على سجادتها وانت قاعد تحت رجليها تتمرغ في رياض الجنة؟ أقدام أمك يا من بحث عن صحبة غيرها، أقدام أمك ثم الجنة بنص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كانت اليوم 24 ساعة، كم تقعد تحت قدم أمك وأبوك؟ كم ساعة؟ بعضنا في الأسبوع يجي الجمعة لا وهي اللي تطبخ الغداء، من زين الحظ ومن زين الطبايع، يعني ليته يجي يفتك، يجي بعياله ويقلبون البيت حرب داحس والغبراء، يخربون بيتها ويكسرون أثاثها ويكسرون فناجيلها وكيسانها، ويطلعوا عياله يقول زرناها، أنت يا حبيبي خربت عليها أنسها وخربت بيتها وأتعبتها في مطبخها. أنا أريد أريدك أن تذهب بطعامك وتأخذ بعض أبنائك وتعلمهم الأدب. أنت بين يدي أم وأب، رضا الله في رضاهم. الحسن البصري إذا نظر إلى أمه خنقته العبرة، لما يا إمام؟ قال ويحك، أنا بين يدي إنسان رضا الله ربط برضاه، أخشى أن تغضب فيغضب الله جل وعلا. ما أعظم النظر إلى وجه الأم
وما أعظم النظر إلى وجه الأب، بشرط أن تكون صحبتنا لهم بالمعروف. قال معروفة، معروفة وصاحبهما في الدنيا معروفة، أي تذكر المعروف الأول، تذكر يوم اكتبول في لفائفهم، ولا يوم حطوك شيخ ولا دكتور ولا مهندس ولا معلم، ولا شخصت بثياب وعقار وصار الناس ينظرون إليك نظر الإعزاز والإجلال، نسيت، تراك طفل في تبول في حجر هذا وفي حجر تلك، هذا الثقب الذي في بطنك، بطنك في حفرة ما بعد ضاعت ولن تتغطى، الحفرة اللي في بطنك، الحبل السري، هالحفرة ذي تذكرك أنك مربوط بميمتك، حلوة اللبن 9 أشهر ترضع دمها، دماؤك في عروقك دماؤها، مو بعيب تترجى منك الزيارة، تترجى منك العطية، كل ما فج الهوى الباب يقول شايب، يقول كل ما فج الهوى الباب قلت ذا المحبوب جاني، ما حول أحد، يقول ولا أحد، كل ما انفتح الباب قلت محمد جاء، إبراهيم جاء، صالح جاء، وأمسينا لا جاء محمد ولا صالح ولا إبراهيم، وكلهم مشغولين عن عيالهم، أنا من أبوه وهم هو بولدي، ما يرحم ضعفي، ما ينكسر بين يدي، كم واحد أشغلته الدنيا في الرحيل خلفها، الوعد قدام، أنا لا أتفائل عليك لكن الوعد قدام، مشغول بالمال يسلط المال عليك، بأبنائك يسلط الله أبنائك عليك، لا عذر للابن، لا عذر للابن إن أدرك أبويه كبيرين ليس عندهما من يحسن إليهما إلا هو، لا عذر له شرعا في ترك صحبتهم، لا عذر، أستقيل تستقيل، أتقاعد تتقاعد، أبيع البيت بعه ولا خله، ألو كاد رح لأبوك وأمك، واذهب إليهم ولا تأتي بهم إليك، لأن بعضهم يجيبهم من البلد من الهجرة، عندهم غنيمات وعندهم من منايح وعندهم أرض منفجة، ويجي يصك عليهم في العريجة، الله يعظم أجرك، يصك عليهم في شقة يقول اقعدوا عندي، يا أخي أنت مرضتهم الله يرحم والديك، أنت اللي تروح لهم لهم، هم الذين تتبعهم أنت ولا يتبعونك، من الصحبة أن تتبع أنت والديك لا يتبعونك، بعضنا تراه ما في سكر ولا ضغط يوم إلا يوم جل الرياض، وصك عليه في سطح شقة فوق ولا في دور ثاني انرقى ما قدر ينزل، وانبغى يصلي الفجر هاله الدرج درج تقول جبال ضلع واقف، متى يرقاها الشايب؟ والسبب أن ابنه يقول الحمد لله أبوي عندي، أنت عققته ما بررته، البر الحقيقي في صحبة الأبوين أن يكون أن تكون أنت معهما، إن رضوا أن يأتوا معك حبا وكرامة، إن لم يأتوا فلا تثقل عليهم، نعم أترك عملي وأترك وظيفة ب10,000 ريال في الرياض وأشتغل ب2,600 في ديرتي حتى أكون عند أبوي، إذا مات الأم والأب ما ينفعك الحسرات ولا الدموع على نصائب قبورهم، إذا ماتوا ابك ولا ما تبكي، لو أجريت مدامعك وادي حنيف هذا يسيله دموع ما ينفع، ماذا أستفيد من دمع على عتبات قبر ونصائب قبر، كانك صاد جبتهم حيين، ابكهم حيين، واعتذر لهما من التقصير، واشكو أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، جعل الله من شكره شكرهما، ومن لم يشكر لوالديه ما شكر لله، ما شكر لله، ما شكر لله، ولذلك قال الحبيب هما أوسط أبواب الجنة، فاحفظ أو ضيع، وعندما يموت أحد الوالدين إنما ما مات جسد، ما مات بدن، اللي مات باب الجنة أغلق وكان لك مفتوحا، هل كنت قد فتحته ودخلت معه؟ إن كانك داخلا معه هنيئا لك، ولذلك أسعد الأبناء فوق الأرض هو اللي ودع أبوه وبيه على يديه، ولمه قاعد تحت رجليها، جلس 10 سنين 15 سنة يصحبهم في مرضهم حتى ودعهم، هذا أسعد إنسان، وأقولها للجميع ولنفسي أولا، أي واحد من إخوانك مرافق أبوك وأمك ومصاحبهم وساكن معهم هو أفضل منك، ولوك معك دكتوراه في الأخلاق
ولو معك دكتوراه في الفقه ولو حفظت القرآن، أخوك اللي ظاهره التقصير ولا قرأ ولا كتب ولا عنده الثقافة وضيفته صغيره وانت رجال متميز ها وتقرأ وتكتب، اللي عند أبوك وأمك من أخوانك أطيب منك مليون مرة. لا تقول وذاك يقول ما قصر أخوي محمد، أخوك محمد أطيب منك وأطيب مني أنا. ليه؟ لأنه هو الذي صحب وأنت ما صحبت، أنت مشغول بالدنيا، أشتغل بالدراسة، وش هالدراسة؟ هذا جهل. إذا أشغلتك الدراسة بل لو أشغلك حفظ القرآن عن أمك وأبوك وصحبتهم وإدخال السرور إليهم كنت غير فقيه. الفقه أن ترتب الحقوق كما رتبها الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال وبالوالدين إحسانا. ترتيب ربي مو بترتيبي وترتيبك. وبعضنا لو قالت المرأة نبي بصل ديور ورايح لأمه ديور من عند أمه، يمه أجيس بكرة يبون بصل، سبحان الله أمك كيس البصل يغير الاتجاه، خايف من المرأة، مسلطن الله عليه المرأة، أبناءه نبغى من المكتبة دفاتر، راح وترك أمه، يا الله يا أمه أمتي ودي أجي، يا أبوي ودي أجي، لكن العيال يسافر بهم شهر ونص يتمشون ورا ما خدت حلوة اللبن معك، قرة العين معك، ورا ما خليت حياتك حذاء، لماذا لا تكون حذاء في أقدامهما؟ أبر الأبناء المصاحب والذي لبسه والديه حذاء في قدمه. لا تقول أنا مطوع، اسمح لي أجيبها من التا، لا تقول إني مطوع ولا مستقيم، والله إذا ما صحبت والديك وأدخلت السرور إليهم أن الطوع مغرب وانت مشرك. وش الطوع هذا؟ طوعك في لحيتك ولا ثوبك وأنت قاطع رحمك، ويا الله تجي أبوك وأمك في السنة أو السنتين وفي الأسبوع مرة، وإذا ركضت الدنيا ركضت خلفها، ووالديك يتمنيان صحبتك والجلوس خاصة عند الكبر. وسأذكر بعضا من الآداب في الصحبة بعد قليل. إذا أحبابي إياك أن تصدق والدك ووالدتك، لا تصدقهم إذا قالوا ما قصرت، إياك تصدقهم، ترانا صدقنا ورحنا فيها، لا تصدقهم، قل لا والله لا مقصر، وإني مقصر، وإني لا زال عندي من البر ما بذلته لكم، والله أننا نبر أبناء أمها زوجاتنا أحياناً أكثر من أمهاتنا، ونحترم مدراءنا في العمل، مديري في العمل سم طال عمرك لبك آمر تدل سم طال عمرك، وما شاء الله يزين أخلاقنا مع المديرين، لو نعامل أبواننا تعاملنا مع مديرينا دخلنا الجنة بلا حساب. ولذلك بعضنا أحبابي مسكين يعتقد أنه بار. البر أن تجعل ما بقي من عمرك بعد طاعة ربك لأبويك. باختصار، من أحق الناس يا رسول الله بحسن صحبتي؟ من أحق؟ لاحظ في ناس حقوق، زوجتي لها حق وعيالي لهم حق والضيف له حق والجار له حق، من أصحب يا رسول الله أحق الناس آخر العمر من أقضيه معه؟ قال أمك. ثم من؟ أمك. طيب خلاص أم، ثم من؟ أمك. يا حواني يا أخوان، ثلاث طرقات على قلب الإبن، أمك أمك أمك، ثم أبوك. أبوك يمكن يلقى غير أمك، وقد يتزوج غير أمك، لكن أمك ما تلقى اللنت، ما تريد اللنت. وإياك تقول أخواني ما قصروا، من اللي يرضى أخوانه يدخلون الجنة وهو يدخل عنهم النار؟ من اللي راضي يدخل النار عن أخوانه؟ أخوانك ما قصروا، وأخوانك هم الذين دعوك للبر أم ربك؟ ولذلك أحبابي واقع بعضنا، من منا آخر الشهر يجيب الراتب يقول خذي يم اللي تبين واتركي ما لا تبين، ومن اللي منا أحبابي بنى بيت أبوه قبل ما يبني بيته هو، قبل ما أبني لعيالي بيت أبني لأمي بيت وأبوي بيت، وهذا هو البر. أطمن أؤمن مستقبلي، مستقبلنا الحقيقي ليس عند أبنائنا، عند أمهاتنا وآبائنا، هذا المستقبل الحقيقي. ترى يوم انقلبت عندنا الموازين تسلطوا علينا العيال بالعقوق، ولذلك بعض الشيبان شيبة في لحيته مو هو من السنين، من هم العيال ولا لا؟ ما هو من هم الأمهات والآباء، ما في واحد شيبت لحيته أبوه وأمه، بل اللي شيبوه العيال والزوجات. ما تروح وتعدل الموازين من جديد وترتب الأولويات، أمك 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 أبوك، ثم يجون العالم عقبهم كلهم. لكن والله لو تقدم على أمك واحد، أمك في المرتبة الأولى وأمك في المرتبة الثانية وأمك في المرتبة الثالثة وأبوك في المرتبة الرابعة، ثم الناس يجون بعدها، لما اختلت التوازن اختلت السعادة في الحياة.
اختلت السعادة في الحياة. ولذلك أحبابي صحبة الأبوين عبادة، ومن شروط العبادة الإخلاص، وإياك أن تخلص أن تصحبهما حتى يثنى عليك. بيض الله وجه محمد ما قصر، تركوا أخوانه، تركوا أبوه وأمه وهو ما قصر، عطاهم بنى لهم. إياك أن تطلب من الخلق جزاء لبرك، فبرك جزاؤه من ربك، فأخلص النية. عقوق من الأبناء أن يدعوهم الآباء والأمهات ثم لا يجدونهم، البر أن تكون بين أعينهم، أن تكون بين أعينهم وبقاؤك. يقول واحد يا شيخ أترك أعمالي، اعمل، لكن عمل لا يخرجك من دائرة الوجود. أحبابي نعمة، تدرون أحبابي وش الألم اللي في قلوب بعض الأبناء؟ مات أبوه ولا درى عن موت أبوه إلا برسالة جوال، الصلاة على الشايب في جامع الملك خالد في أم الحمام، ولا الصلاة عليه في جامع الراجحي. ما أقبح الخبر إذا جاء كنت بعيد عنهم، ما أقبح الخبر أن لا تصحبهم في آخر الحياة، لأن صحبة الأبوين باب للجنة. لا أقول لي اترك عملك، اترك شغلك، اترك نوافل وقتك، اجعلها للأبوين عند الكبر. تدري لما؟ لأن هذه الفترة تطول أو تقصر هي التي تحدد سعادتك بعد موتهم، فوق الأرض وتحت الأرض، فوق الأرض وتحت الأرض. يمكن دعوة من أب، دعوة من أم تفتح لك المغاليق. أحد الأبناء، كثير من الأبناء الآن في شقاء، أبنائهم متسلطين عليه. تدري ليه؟ لأن أمه قالت حسبي الله عليك، حسبي الله عليك، خلاص دمرت باقي مستقبلك كله. وكم من أم أحرق فؤادها من ابن صار يدلل المرأة، وامرته تخطي على أمه وهو ساكت ما يرد، وعياله ويتمنى يشوفهم، خلنا نشوفك يا ابن الحلال تعال، أبا والله مشغول مشغول مشغول. قالت أقول الله يشغلك زود على من أنت مشغول. فانشغل قلبه واحترق يومه وضاعت حياته بسبب دعاء أم رؤوم كان قلبها ينضح بالمحبة، لكن هالابن ما خلى في قلبها مكان للرحمة، كوى قلبها عند كل ضلع من أضلاع صدرها. كل شيء تصحبه مع الوالدين سيكون عناؤك في الحياة، الصحبة الحقيقية معهم. وكل شيء يشغلك وتصحبه، حتى اللي تصحبونكم اللابتوب واللي يصحب في العمل، أي شيء تصحبك. أنا ما أقول اترك الوظيفة، ما أقول لا تأكل، ما أقول لا تدرس، ما أقول لا تطلب العلم، اطلب العلم وخلك موظف، لكن خلك حذاء في أقدامهم قبل ما تطلع عندهم وأول ما ترجع عندهم. بعضنا يسافر، أول من تتصل عليه إذا سافرت من؟ المرأة، صحيح؟ ورمه بأمي ليه اتصل على العيال الأولين؟ وبعضنا يروح ويرجع ما اتصل عليها. أهم شيء عندكم. ولذلك هل قاعدون أشغلوك عن أمك وعن أبيك؟ لربما هم عذابك في آخر حياتك. فهذه قاعدة في الصحبة، من صحبته سوى الوالدين عذبت بصحبته. الوقفة الثانية، اصحبهما ليكونا معك أو تكون معهم، وإياك أن تظهر المرء الملل، لا تظهر الملل ولا تظهر الكدر. ترى بعضنا صاحب والديه لكن مكشر، تقول شارب الله سطل الليمون، وكل ما كلموه كشر، طيب خير ان شاء الله، ودني لخالتك، طال قومي اركبي المستشفى، توس جايت من المستشفى امس، يا بنت الحلال اتركي عن الوسوسه، الوسوسه ما هي بزين. سود الله وجه ذاك الابن، ليتك فاكهم من صحبتك، والله يا فرقاك عيد، لانك ممرضهم. الصحبة الحقيقية أن تصحبهما بفرح، وأن تصحبهما وأنت تظهر لهما المنة. المنة لكم يا أم يمتي وبي، المنة لكم، رح لعيالك، عيالي بدلهم عيال، بس أنت يا حلوة اللبة من بدلت يا أم يمتي، أبشرك أنهم طيبين وكلهم بخير وعندهم من الخير، وجايهم توني جاي منهم، وبرجع لهم وبقعد. ولذلك أيها الأبن إن استطعت أن تكون ملتصقا بأبويك في المسكن أو هما يسكنان معك، واعلم أن الأم أو الأب إذا سكنا بيت الابن، ما يجوز خلقا وأدبا إذا سكنا في بيتك أن تقول أمي تسكن معي. من يوم يكون أبوك عندك ولا أمك على طول تقول أنا أسكن مع أمي،
حتى لو الصك باسمك الله يعظم أجرك، ولو كباني للبيت، البيت اللي هم فيه لهم مو بلك. ولأن الحبيب يقول أنت ومالك لأبيك والولد من كسب أبيه، إن استطعت أنك ما تشد تشغل تروح لهم لا تبعد، اقرب اقرب. ولو كباني نزين البيوت، يا تجيبهم حولك يا تروح حولهم، جنة الدنيا يومك تصبح عليهم وتمسي عليهم، وجنة الدنيا يومك تأخذ المرقة معك والخبزة وتقربها وتطعم المحتاج منهم، وجنة الدنيا يومك عقب صلاة الفجر مادة رجليها وانت تغمز رجليها، ومتأخذ الزيت المقري فيه وتدهن راسه ولا رجليه، وما أجملها أن تضع يدك على راسه وتقرأ الفاتحة والمعوذات رقية ينشرح بها صدرك، وما أجملها يوم تفتح المصحف وتقرأ، ولا سيرة محمد بن عبد الله وتقرأ، صحبة إيجابية ما هي بصحبة امتكن على المركة وامه اللي تقهويه الله يجزاه خير، وامه تحت وهم ركن على المركة الله يجزاه، يقول والله جيناهم ليتنا ليتهم مفتكين من جيتك، الجية السلبية لا نريدها. ثم من فقه الصحبة كل ما جيتهم ادعوا لهم وهم يسمعون، اللهم ارحمهم كما ربوني صغار، الله يا ربي يجعل حقكم عليهم وهم علي، يا أم يمتي يا أبي والله أني مقصر، اعتذر دائما. يجب أن نجعل حياتنا كلها ماذا تريدين، إن نطقت حققنا، ماذا تريد يا أبي، إن نطق حققنا، ما نطقوا وإن نفهم الابن البار يفهم أبوه شيبي وأمه ماذا تحب. لذلك قال بعض أهل العلم إذا طلب الوالدين منك شيء فليس فعلك ذاك بر، غصب عنك خلاص طلبوه، البر أنك تقدمه قبل طلبه قبل ما يقولونه. يا أخي تريد من أبويك الجنة فاخفض جناح الذل واخفض لهما جناح الذل، لابد تكون ذليل 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 أمامهما وإلا فلست ببار، لأن الله يقول اخفض فوق الكرسي أبوك في الأرض، انزل في الأرض لا تقعد فوق كرسي، ولا تركه وانت عنده، ولا تجي في جنب يتلفت عليك يسولف، تعال في قدامه واجلس جلسة طالب العلم عند شيخه، وأطلق وجهك ابتسم حتى يفرح. وإياك أن تنظر في مشغل من فقه الصحبة، لا تنظر في مشغل من المشغلات، جوالك أنا ودي أجيب نجر ودق الجوالات اللي اشتغل بها بعض الأبناء عند الأمهات والآباء، يا أخي مو بعيب ترد على الجوال وانت عند أمك، عيب والله لو أنه من كان عندك الجنة، وكل اللي وراء الجوال يصبرون ولا يرضون ولا يرضون، ها يرضون ولا يبلطون البحر، هذه أمي وذا أبوي ما في أغلى منهم، لا ترد على جوال ولا تقرأ رسالة وحطها على الصامت، ولا انطله مع حذائك عند الباب. إذا دخلت عند الأبوين من فقه الصحبة ألا تنشغل لا بنظر في الساعة، لأن كذا قالوا وشلونك عساك طيب وأنا أمك والله أني طيب، عقوق، وش قاعد تنظر في الساعة، مستكثر الوقت اللي تقعد عندهم مستكثره، أنت داري يوم دخلت، أنت تنظر في الساعة حتى تستعجل في إخروجك منهم. ولذلك إياك أن يشغلك مشغل، وبعضنا أحيانا يقعد عند أمه وأبوه وأبوه وأمه عندهم شاشة قناة من القنوات نقول إن شاء الله الطيبة، وتجده ناظر شف شف يقرأ يسمع الأخبار، وأمه تقول إلا وشلون أمرتك وأهلها طيبين، إيه بخير بخير، وهو بيمه هو يمه الأخبار وكسنه بيصير وزير خارجية. يا أخي انظر إلى أمك وأبيك، وجه أمك وأبيك النظر إليهما عبادة، كما قرره كثير من أهل العلم أن النظر إليهما عبادة، اللهم لك الحمد يا أخي والله النعمة عندي أمي وأبوي، النظر إليه عبادة، وراح أتلفت في جوال ولا في شاشة، وأحبابي والله إن بعضنا قد قصر، انظر لكن مو هو بالنظر. قال ابن عباس لا تحد النظر إليهما ولا تحرك الحصير بين أيديهما، كيف ما حرك الحصير؟ قال خاف تحرك الحصير فيثور غبار فيصيب وجه أمك أو أبيك، اللهم صل على محمد حتى الحصير ما حركه لا تكدر عليهم شيئا وهم سكنوا. أحدهم أتى قد قتل زوج قد قتل امرأة، رجل أتى لابن عباس رضي الله عنهما قال قتلت امرأة، قال لما؟ قال كنت أحبها فتزوجت غيري فقتلتها، القتل جريمة توجب لعن الله وغضب الله والخلود في جهنم، أعوذ بالله،
كبيرة. قال فعفى عني أهلها، أهل المرأة عفوا عني، لكني أريد عبادة تدنيني إلى الله بعد توبتي. قال ألك أم؟ شوف سؤال حبر الأمة وترجمان القرآن. لكم يا مه، عندكم؟ ما قال حج، ما قال اعتمر، ما قال ابن مسجد، ما قال احفظ القرآن، ما قال قال هل لك أم؟ قال لا. وفي رواية قال هل لك خالة؟ قال نعم. قال الخالة أم برها. قال عطاء بن أبي رباح يا إمام، وعطاء بن أبي رباح إمام المناسك، إمام الفتية في مكة، قال له يا إمام يا ابن عم رسول الله لما تسأل عن أمه؟ يسأل عن قتل. قال إنه يريد عملا صالحا يقربه لرضا الله، وإني لا أعلم في دين الإسلام عمل يدني إلى رضا الله أكثر من بر الأمهات. الله أكبر. مساكين اللي انشغلوا عن أقدامهم، مسكين اللي قاعد يتمرغ في الدنيا وصقعته الدنيا بقعة، صقعته ألف مرة ولا بعد تاب، ولو تمرغ تحت رجلين أمهم فتحت له الأبواب. قال الحبيب إلزم قدميها وقدمها في رواية ثم الجنة. البر مشروع حياة، البر لا منة لنا فيه، البر أمر الله، الصحبة أمره، والحقوق ترتيبه. إذا اهتز ترتيب الحياة في الصحبة وصحبنا أي شيء عذبنا بما نصحبه. أبشركم أن التوبة بابها مفتوح. وللمعلومية أحبابي، جميعنا نحتاج إلى أن نعيد النظر إلى البر من جديد. حتى البار منا، حتى البار منا يحتاج إلى أن يكون أبر. إن كانوا على قيد الحياة فعودوا إليهم سراعا، واستغفروا عما مضى، ورتبوا الحياة من جديد، ابذلوا الأوقات والأموال وكل ما لديك. وإن كان قد مات فأبشركم أن البر بابه لا ينغلق. إذا كنت في الدنيا تصحبهم فوق الأرض، اصحبهم بعد الموت وهم تحت الأرض، لأنهم بحاجة لبرك بعد الموت أكثر من نفعك لهم فوق الأرض. اصحبهم بالدعاء لهم، بالصدقة الجارية عنهم، بإكرام أعمامك برًا لآبائك، وإكرام خالاتك برًا لأمك، بإكرام أصدقائهم برًا لهم، بالدعاء الدائم لهم، بزيارة القبر. ومن الأسئلة المؤلمة اللي ماتت أمه أبوه، تدرون أن بعضكم الآن ما يدل قبر أمه أبوه بالتحديد؟ أليس هذا من الجحود؟ يقول أبوي مقبور في العود، بس هنا والله ما أدري، هنا ولا هنا ولا هنا. مسكين بيضيع وبيضيعونك بعدين، يدورون قبرك ما يلقونك. وإن كان الإنسان إذا ضاع قبر أبوه يوقف في الجهة اللي هو فيه ويدعو للمسلمين جميعا. الحبيب زار قبر أمه وأمه ماتت مشركة في الأبواء، وقبرها وحيش في الصحراء، ووقف وبكى وقال استأذنت ربي أن أزورها فأذن، واستأذنته أن أدعو لها فنهاني. لا بد أن تزور القبور وهم يأنسون، والله يأنسون بدعائك وبزيارتك. وأعرف رجل في الرياض له الآن أكمل 30 سنة، كل أسبوع، وله بسنة كل أسبوع أو 10 أيام، ليس السنة أيام محددة أو الجمعة، لا، زر كل ما شئت. يقول كل أسبوع من أكثر ما يزيد من 30 سنة وهو يزور أبوه أمه. هذا فول المقبرة وذا فاخرها، كأنه يسير عليهم ويزورهم. يقول والله يا شيخ إني أدري أنهم يأنسون، أليس الدعاء ينور قبورهم؟ أليس الدعاء لهم يزيل وحشتهم؟ أليس الدعاء لهم يرفع منازلهم؟ أليس الدعاء لهم ولمن حولهم عبادة صالحة من الأبناء؟ ولو كان أمي وأبوي حيين زرتهم، والله ما قطع الزيارة بعد موتهم. ولو كانوا حيين وأقبلوا علي لذبح الطلي والطليين، وذب ودق نحر القعود لأبوي وأمي أرحبهم. الآن هم ما يتكلمون، دار لا يتكلم أهلها، لكن بعضهم يئن، فبروهم بالبر أيها الأبناء، وعودوا بعد صلاة العشاء. اللي أمه بعيدة ولا أبوه يدق، واللي يقدر يروح يروح، ولا تصل يدك فاضية، خلي يدك مليانة، واعتذر عن التقصير، وادعوا لهم وهم يسمعون. أسأل الله أن يجعل حق والدينا عليه لا علينا، وأن يجزيهم عنا جنات النعيم، وأن ييمن كتابهم، وأن ييسر حسابهم. يا رب من كان منهم ميتا، يا رب فنور قبره ويمن كتابه ويسر حسابه.
وانقله من الشقاء إلى السعادة، وارفعه في درجات عليين، واجمعنا بهم على الأرائك أجمعين. ومن كان منهم مريضاً فألبسه لباس العافية، وأغنه بالعافية عن خلقك، واجعل آخر كلامه لا إله إلا الله، وجمل حياتنا ببره يا رب العالمين. اللهم لا تسلط أبناءنا علينا، واجعلهم بررة يا رب العالمين، واجعلنا بررة نرى برنا لآبائنا في حياة أبنائنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والحمد لله رب العالمين.